السلام عليكم، مرحبا بكم خاوتنا، عودة مرة ثانية. اليوم رانا في سبتمبر، شتا 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 شتا، لي فاكونس خلاصو، سميشة خلاصو، بصح سي ان اونور نعاودو نولو للحجامة تاعنا، لي ماساج تاعنا، كي لي زارتيكولاسيون، لي كيما باك لي تيشي لي ماساج. بصح اليوم عندنا ان ريزولتا مع خونا عبد اللطيف. خونا عبد اللطيف هذا سي ان باسيون تاعي، عنده دي كيما نقولك سنين هو يجي، والحمد لله يحكي لكم القصة تاعو، كيفاش العلم وكيفاش الحجامة وكيفاش القيمة تاعها وليفي تاعها على رابور افيك لي موسك افيك لي تيشو، عندها لي رابور افيك لو سون، عندها لي رابور افيك بارتو. خونا عبد اللطيف مرحبا بك. الله يسلمك. لندن الحجامة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الأخ عبد اللطيف من لندن. نحن متواجدين في عيادة الأخ شاكيب المتواجدة بأود كانتراود. نشكر الأخ جزيل الشكر على الحجامة اللي عاونتني بزاف مدة سنين، وأنا نعاني يعني من عرق لاسة اللي نسميوه عرق النساء باللغة العربية. كنت نعاني في بآلام متواجدة على مستوى الرجل، ورحت يعني للجزائر ويعني اتصلت بناس. وين كان يوجعك؟ لو كان تكسبليكي مليح. يعني كان يوجعني في الكوتي هذه اليمنى. تسمع هنا مع البيرفيس ويحبط لك مع القلوب ويحبط لك يهبط حتى للاسفل. يحبط حتى للرجل. وهذا العرق اللاصق هذا كيفاش يوجع؟ كيفاش؟ احكي لي كيفاش يوجع. البين تاعو يعني كيما نقولوا ما يخليكش كيما نقولوا ترقد مليح، تمشي والوجع يعني طول البان، شغل تحس روح كيما نقولوا احنا مالاليز، ايوا ماشي كونفورتيبل. ماشي كونفورتيبل. والبين هذا خاصة يجي في وين كيما نقولوا كيعود كاين البرد مثلا في الشتاء. الشتاء كيما نقولوا البين ما يروحش ما يزولش خلاص، هاك فاهم. رحت للجزائر يعني المناطق متعددة في الوطن، سقسيت يعني كما يقولوا ناس يعني طرق العلاج تاع عرق النساء، كل واحد كيفاش يعني لذاك، حتى درت يعني رقية ولا ذاك يعني درت رقية ودرت كلش يعني. وش من جهة من الجزائر اللي رحت لها؟ وش من رحت الجزائر العاصمة في منطقة الصيف برج بوعراريج يعني. زعما رحت للبرج، رحت للصيف، رحت للجزائر وش من بلاصة اللي خليها؟ هذو هما اللي يعني كيما نقولوا رحت باش راح تقطع. رحت نقطع، وهي كلها يعني كل واحد كيفاش يجيب لك يعني قصه وندير لك. بصح يعني في نورمال ما كاين حتى حاجه اللي نفعت ابار يعني الحجامه. الحمد لله عند الاخ شاكيب دار الحجامه. تقطع لك هكا معك، حبيت نعرف لا دوغي تاعها تاع القطع، شحال انت عندك الوقت حتى تقطع؟ عام عامين ثلاث سنين بلا ما كان ريزولتا. انا دوكا تقول حبيت نعرف لا دوغي تاعها تاع العقل اللاصق هذاك، شحال انت تسوفري بها؟ شحال من سنين؟ تقريبا 8 سنوات. 8 سنوات وانت تعاني بها؟ وانا نعاني من عرق هذا، عرق النساء، عرق النساء. وش من الوقت اللي يجيك؟ الوقت اللي يجيك معقول في الشتاء في الربيع؟ يجي في الشتاء في الربيع في كل وقت. في كل وقت يعني مدة كيما نقولوا تارة كيما نقولوا يختفي، تارة يظهر. تما يروح ويعاود يقول يروح يقول لي تما حياتك 8 سنين جوج استحاك 8 سنين يعني ميزيريبل. تروح للطبيب يعطيك كاشيات. روح للطبيب لهنا، رحت لهنا للدكتور هنا يعطيك ايبوبروفين والله يعني كيما نقولوا باراسيتامول بين كيلرز، بات دازنت ميك اني سنس. تما ما كحتى ما عندها حتى ريزالت، نو ريزالت. يعني بعد الحجامه اكزاكتلي البين اختفت. الحجامه عندها تقريبا عام. عام اللي جيت لعندي وديت الحجامه. درت الحجامه لهنا، درت الحجامه على مستوى الرجلين في زوج اليسرى واليمنى، والحمد لله يعني كانت النتيجه بعد يعني جاس بعد الحجامه اختفى الوجع هذا نهائيا. والله تما جوست من الحجامه. جوست من وراء الحجامه. موراها كلمة كوالو. من وراء الحجامه جيست خلاص اختفى البين. ودوكا عندك عام حتى اليومين الان، دوكا عاود وليت ليا ورانا عودنا الحجامه. هذا العام هذا اسكو جاو لي زيفي؟ اسكو جاو لو مال؟ اسكو عاودت ولات؟ ما عندي حتى يعني لا وجع ما عندي والو الحمد لله. اللي عمرك ما سوفريت؟ اللي عمري هذاك ما سوفريت، ما سمعت على الكلاصه لا هذاك. والان يعني أنا كل مره نجي ندير الحجامه كما نقولوا فور كما نقولوا الهيلث اني هيلث بروبلم. تسمى ديرها على المستوى تاع المستوى كما نقولوا باش نحي كريات الدم الفاسده في
التوكسين كان لي ميساج اللي تعطيه عبد اللطيف للجمهور اللي راهو يشوفنا واللي راهو خيفان من الحجامه ولي لي لي لازم كما نقول لك يقدم روحه للحجامه واش تقول لك يعني الحجامه يعني هي افضل طريقه للشفاء من يعني تقدر تقول جميع امراض هي يعني حاجه سهله واللي يحب يتقدم يديرها يعني ما شاء الله نشكر الاخ شاكيب يعني شكر جزيل الشكر يعني الحجامه اللي راه يدير فيها هذه يعني ما شاء الله ما شاء الله سمعتوا خونا عبد اللطيف عبد اللطيف هذا يا مسكين سي تان باسيون وانا الحمد لله لي باسيون راهم يجوا من بارتو يجوا من كما نقول لكم لالمان فرنسا من الجزائر يجوا من بارتو الحمد لله حنا واش انا باسيو الميساج هذا عبد اللطيف ماشي ديال لا بوبليسيتي حنا ما ناش نقولوا ديروا ولا ما ديروش حنا كليينا هذا كليينا هاد لا كلينيك هذه باش نعاودوا نحيوا السنه صح على خاطرش الحجامه والماساج ثيرابي والفيزيو حنايا اوني كاليفي قرينا عليهم ونا في دي زيتود ما نعرفوا راهم تيشي ونعرفوا راهم لي ميسك ونعرفوا راهم كما نقول لك لانفلاماسيون ونعرفوا الحمد لله ونا في بوكو ديتود دوك حنايا هاد لا كلينيك كي خلقناها بوغ ايدي باش نعاونوا خاوتنا المرضى حتى علاش عينا نسمعوا بالناس يروحوا للسبيطار اربع سوايع يعطوا باراسيتامول ولا يعطوا لهم دواء ومن بعد يبعثوهم والانسان مازال له في الوجع تسمى راه يدخل لا دروغ الكور تاعو اونتي انفلاماسيون بصح هي ما دير له والو صح مازال هي الوجع 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 انا واش نقول لكم نقول لكم هذه لا كلينيك ماشي تاعي ماشي تاعو ماشي تاعنا كامل اللي يوجعوا راسه ولا يوجعوا ظهره ولا حاجه مرحبا بكم ونزيد نعاودها ونقولها حنا درناها 20 بامس خلصوا باك الكرا وخلصوا الماتيريال وخلصوا اللي ما عندوش بطل ارواحوا باك ارواحوا براو صح ارواح ماشي دراهم ماشي بزنس الحجامه باطل ماشي زعما نقولوا وكا باغ اكزومبل عطوني هاد الروا يقول لي باطل ونجيب لك ماتيري باطل انا نجي نخدم باطل يعني حاجه اضافيه يعني للناس يعني من ناحيه النظافه من ناحيه كلش يعني عياده طبيه متكامله من جميع يعني نشكر الاخ يعني جزيل الشكر انسان يعني بولايت يعني ما شاء الله يا احب الناس كامل نشكره شكرا جزيلا وبارك الله فيه وربي ان شاء الله يجيب الشفاء للناس كامل امين ان شاء الله احنا وراكم نقولوا خويا عبد اللطيف واش قال لكم هذه يا داكم ان شاء الله كما نقولوا ربي ان شاء الله يجيب الشفاء جميع المرضى امين ان شاء الله ربي يرفد كامل يفد كامل لو مال اللي راه الانسان يسوفريو على خاطرش علاش الجسم هذايا ضعيف صح يضربوا شويه كوروندير يبدا يترعب السكر يطلع له يبدا يترعب لا طونسيون تطلع له يبدا يترعب صح تهلاو في نفوسكم سوتو لا في الغربه لا في الغربه تهلاو في نفوسكم على خاطرش علاش تسيبوا روحكم في هذيك الشومبره وحدكم ماك حتى واحد اللي يعاونكم واحد ما ينفعك لازم الكور تاعك لازم يكون 100% اكتيف صح وكي يكون الكور تاعك 100% اكتيف مخك يكون اكتيف صح وكي يكون كلش اكتيف تكون عندك كما نقول لك الاراده تقدر دير الحوايج بوزيتيف وكلش صح والله صح خاوتنا انا واش نقول لكم لندن حجامه مرحبا بكم تليفون رونديفو بكذا ما كان عيطوا رونديفو ونتهلاو فيكم وان شاء الله الشفاء من عند ربي سبحانه خاوتنا 1 2 3 فيفا الجيري سلام سلام عليكم